السلام عليكم أعزائي طلابي وطالبات كلية فلسطين للتمريض المستوى الثاني، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة، وربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله. اليوم حنخلص إن شاء الله آخر دواء ونبدأ في شابتر جديد. حناخد آخر دواء في الباراسمباثوليتيك. المرة اللي فاتت شرحنا الأتروبين، المرة حناخد دواء اسمه جينيريك نيم إبراتروبيوم بروميد. إيش اسمه؟ إبراتروبيوم بروميد. إيش اسمه؟ إبراتروبيوم بروميد، اللي هو تريد نيم أتروفنت. إيش التريد نيم؟ أتروفنت. تريد نيم أتروفنت عشان نلفظ صح. جينيريك نيم إبراتروبيوم بروميد. إبراتروبيوم بروميد. التريد نيم أتروفنت. 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 الأتروفنت عبارة عن أمبولات بنعمل منه إنهاليشن، بنعمل منه إنهاليشن تبخيرات. دراج كلاسز أنتي كولينيرجيك، يعني بيشتغل على الأستايل كولين زي الأتروبين، بيشتغل على الأستايل كولين، بوقف شغل الأستايل كولين، فبيعمل ريلاكسيشن في المسلز، بيعمل ريلاكسيشن في المسلز. أنتي ماسكرينيك يعني بيرخي العضلات، بيرخي العضلات، ومنها عضلات البرونكاي. البرونكاي فبيعمل برونكو دايلاتيشن. ايش بيعمل؟ برونكو دايلاتيشن. بارا سيمباثوليتيك دراج زي شغل الاتروبين، قلنا بارا سيمباثوليتيك بيوقف عمل البارا سيمباثوليتيك سيستم. الثيرابيوتيك اكشن انتي كولينرجيك زي ما قلنا يوقف عمل الاستايل كولين فبيعمل ريلاكسيشن في البرونكاي. كيميكال ريليتد تو اتروبين، مركباته الكيميائيه زي الاتروبين. Which block vagal mediated reflex by antagonizing the action of acetylcholine. كيف بيشتغل؟ بوقف شغل الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف قلنا لما بيزيد بيعمل اللي هو بيشتغل، قلنا على الجي اي تي الفيجاس نيرف وعلى الكارديوفاسكولار، فبوقف عمل الفيجاس نيرف عن طريق ايقاف عمل الاستايلكولين. Causes bronchodilatation. ايش بيسوي الابراتروبيوم بروميد؟ برونكو دايلاتيشن، توسع في الشعب الهوائية. And inhibit secretion from serous and serous mucous gland limiting lining the nasal mucosa. يبقى ايش بيشتغلوا لنا؟ بيعمل برونكو دايلاتيشن، بعدين بوقف افراز السكريشن الميوكس والمخاط والشغلات اللي بتطلع من النوز، من الخلايا اللي في النوز بتفرز الميوكس، بوقف عملها. لانه احنا بنعرف انه مركبات الاتروبين ايش بتسوي؟ تعمل دراينس للريسبيراتوري سكريشن. هاي الابراتروبيوم بروميد في منه بخاخ للانف. كيف بخاخ الانف؟ بتعرفوا كيف بيشتغل بخاخ الانف؟ بتمخط كويس، بتخلي العيان يمخط كويس وينظف انفه من الميوكاس، بعدين بتحط هاي بخاخ الانف. هاي بخاخ الانف بتقيم كيف بخاخ الانف في الابراتروبيوم؟ بتخلي العيان يمخط كويس، نظف انفه منيح، بتحط بتقيم الغطايه هذه، بتحط التب اوف ذا درور هذه القطاره، هذه التب تبعتها الطرف تبعها في الانف، وبتسكر الانف الثاني وبتبخ، وبتسكر الانف الثاني وبتبخ الفتحة الأنف الثانية، بعدين اللي أديت فيها بتسكرها وبتحط القطارة هذا طرفها في فتحة الأنف الثانية وبتبخ، وبتاخد ديب بريث، وبتاخد ديب بريث، وبتاخد ديب بريث. هذه البخاخة، فاكرين بخاخة الفنتولين؟ الفنتولين انهيلر، هذا اسمها أتروفنت انهيلر. أتروفنت انهيلر هذه بتكون مع العيان، بياخدها عن طريق الأنف، طريق الفم، سوري، بياخدها عن طريق الفم. بخاخة أتروفن بيجيب التب هادي وبيكح أكتر من مرة عشان يسلك مجاري الهواء، وإذا في بلغم بيطلعه، وبعدين بيحط هادي، بيجيب الغطاية بيحطها في الفم وبيضغط عليها وبتدخل وتطلع الكبنية. أتروفن هذا سليوشن بنعمل منه تبخيرة، هذا سليوشن بنعمل منه تبخيرة. أتروفن بنعمل منه تبخيرة، سليوشن بناخذ منه وبنعمل منه تبخيره بجهاز التبخير. انديكيشن، احنا قلنا انه الاتروفنت برونكودايليتور وبقلل افراز السكريشن،
يبقى الانديكيشن برونكودايليتور فور مينتنس تريتمنت اوف برونكوسباز اسوشيتد وذ كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز على شكل سوليوشن او اريزول اللي هو عباره عن سائل او رذاذ في جهاز التبخيره او البخاخه او البخاخه. يبقى هو موسع للشعب الهوائيه لعلاج ضيق الشعب الهوائي اللي بيكون مصاحب لامراض التنفس اللي بيكون فيها ضيق في الشعب الهوائي. كرونيك برونكايتس اند انفيزيما، كرونيك برونكايتس التهابات التهابات الشعب المزمنه، والانفيزيما اللي بيكون فيها هواء ضاغط على الالفيولايف بخليهاش تصير او ضيق في المجاري التنفسيه. نازل سبراي اللي قلنا عنه قبل شويه بخاخه الانف، نازل سبراي بخاخه الانف. سيمتوماتيك ريليف اوف رينوريا، ايش الرينوريا؟ جريان الانف او سيلان الانف زي ما تكون مرشح يعني. نازل سبراي بتقول له بنشف السكريشن، بعمل دراينس للنازل سكريشن. بيستخدم سيمتوماتيك ريليف اوف رينوريا لعلاج اللي هو الرينوريا اللي هي سريالين الانف اسوشيتد وذ برينال رينايتس التهابات الانف الموسمية زي في الربيع والخريف. في ناس بترشح نتيجة الحساسية، يكون عندها حساسية في الانف. كومن كولد اللي هو الرشح او نزلة البرد. الكونترا انديكيشن اند كوشن للاتروفين، هايبر سنسيتيفيتي اتروبين او اتس ديريفاتيف. يوز كوشنلي وذ نارو انجل جلوكوما، يستخدم هناك قلنا الاتروبين لا يستخدم، الاتروبين قلنا لا يستخدم في حالة النارو انجل جلوكوما، الجلوكوما فاكرينها زيادة ضغط العين، يبقى هان يستخدم لكن بحذر، يستخدم يعني ببقى داير بالي اقيس ضغط العين عند العيان عشان ما يصيرش عنده زيادة في ضغط العين وانا مش عارف. بروستات هايبرتروفي، ايش بروستات هايبرتروفي؟ تضخم غدة البروستات الحميد، تضخم غدة البروستات الحميد. طب ليش؟ ليش انا بستخدمهمش في حالة الانجل جلوكوما؟ لأنه بيزود ضغط العين عن طريق بيعمل ريلاكسيشن، فبيزيد إفراز الأكوية السمر، بيزيد إفراز الأكوية السمر. البروستات هايبرتروفي، قلنا هو بيعمل ريلاكسيشن في المسلز، في الدثروسر مسل العضلة القابضة في المثانة البولية، فالعيان بيصير عنده يورين ريتنشن، وخصوصا الرجال اللي عندهم تضخم في البروستاتا. بلادر نيك اوبستراكشن، عند خروج اليوريترا من البلادر بيكون في ضيق او تسكير عند في اليوريترا، فهذا حيزيد مشكلة اليورين ريتنشن. بريجنانسي، الحمل ممنوع في الحمل، ممنوع في الحمل. اللاكتيشن ممنوع في حالة الرضاع لأنه بينتقل للرضيع. السايد افكت، السايد افكت، سايد افكت على السنترال نيرفس سيستم، دزنس، نيرفسنس، هيدك، فتيك، يعني بلارد فيجن برضه. نيرفسنس بصير العيان متضايق من الاتروفين. دزنس، دوخة، هيدك، صداع، بلارد فيجن اللي هو ضبابية الرؤية. يبقى على سنترال نيرفس سيستم نيرفسنس، بصير الإنسان عصبي بدايق، دزنس، دوخة، هيدك، صداع، بلارد فيجن، ضبابية الرؤية. على جي اي نوزيا، جي اي تي ديستريس، دراي ماوث، لأنه بيشتغل على دراينس للسكريشن فبيعمل ايش؟ نوزيا، غثيان، بيتعب المعدة، ينشف التم. على الريسبيراتري، وقت ايش هذه الاعراض بتصير؟ وقت ايش الاعراض هذه بتصير؟ لو العيان عنده حساسيه، دزنس، برونكايتس، برونكوسبازم، هذا لو العيان عنده حساسيه كف. الاذرز بالنشيه، نيرسينج انترفينشن اند بيشنت لو انت في المستشفى اديت تبخيرة ايريزول شو بدك تدير بالك؟ لو انت في المستشفى اديت تبخيرة ايريزول، تبخيرة ايريزول اتروفنت تبخيرة، شو بدك تعمل؟ Ensure that patients are able to correctly use the delivery device for their medication and consider use of space if appropriate. بنقول للعيان انه لازم العيان يكون بيعرف كيف يستخدمه.
يعني لو بخاخة أنف بنقول له، لو بخاخة أنف بنقول لكم قبل شوية بقول للعيان نظف من أنفك كويس، مخط كويس، بعدين بتحط التب أوف ذا نيزل سبراي في فتحة من الأنف وبتضغط عشان يطلع الأيروزول، وبتكون مسكر فتحة الأنف الثانية، وبعدين بتبدل اللي تدف فيها بتسكرها والثانية بتدي فيها وبتاخد ديب بريتر. لو العيان بياخد أتروفنت سبراي انهيلر بخاخة اللي في التم، قلنا بيخلي العيان يكح ويطلع البلغم كويس، ياخد ديب بريث كويس، وبعدين عشان يفتح مجرى الهواء، وبعدين ياخد بيحط التب اللي عليها الغطايا، بيجيب الغطايا بيحطها في تمه وبيضغط الضغطات المناسبة تنتين ثلاثة زي ما الطبيب حكى له عساس يدخل لها. لو العيان بده ياخد تبخيرة في جهاز تبخيرة، طبعا بياخد السوليوشن نص سنتي وبيحط عليه واحد ونص مية نورمال سلاين وبيعمل في جهاز التبخير. يبقى لازم العيان نعلمه كيف يستخدم ايش الاتروفن. يبقى ensure that patient are able to correctly use the delivery device اللي هي الأداة، سواء كانت نزل سبراي أو انتروفنت انهيلر أو سوليوشن في جهاز التبخير. If administered by nebulizer use mouthpiece rather than face mask. بنقول للعيان لو أنت بدك تستخدم جهاز التبخيرة تحط فيه السائل تبع الأتروفنت، استخدم الماوثبيس. إيش الماوثبيس؟ اللي بيعرف جهاز تبخيره بكون فيه ايش، بكون فيه القطعه اللي بحط فيها السوليوشن مع النورمال سلاين، وبحط بوصل فيها ايش ماسك. هل بدناش نستخدم ماسك؟ بدناش نستخدم ماسك. بنقول للعيان الماوث بيس القطعه قربها من وجهك من انفك ومن فمك وخلاص، بلزمش تحط ماسك. If administered by nebulizer, the solution of solution should be adjusted according to equipment and length of administration. طبعا ها كل لو بدك تستخدم جهاز تبخيرة solution of solution يعني قديش تاخذ من solution وقديش تضيف عليه normal saline تتبع لسياسة المستشفى، تتبع لسياسة المستشفى. Paroxysmal bronchospasm has occurred with the nebulizer solution. Therefore, first dose should be used under medical supervision. إيش الباردكسيكال برونكوسباز؟ قد يحدث إن العيان تكون عنده حساسية أو عنده مشكلة لما ياخذ أول جرعة إيش اللي هو نيبولايزر أو أول جرعة أتروفنت. العيان بدال ما يصير عنده برونكو دايلاتيشن صار عنده برونكوسباز، جاب نتيجة عكسية. وهذه النتيجة العكسية بتصير في حالة إنه العيان كان عنده حساسية، بدل ما يصير عنده برونكو دايلاتيشن صار عنده برونكو اسباز. Advise patient not to exceed the prescribed dose. ما بتتاخدش عمال على بطال لأنها بتدي نتيجة عكسية. يعني تبخيرة في اليوم أو تبخيرتين في اليوم بكفي، أو حسب رغبة الطبيب ما نخليش العيان كل تفياخر. Rinse mouth after each use of an inhaler. بنقول للعيان بعد ما تعمل تاخذ بخاخة عن طريق الفم اللي هي اتروفنت انهيلر، اشطف تمك كويس، او ايش فريكوينت درينك، اشرب مية، وفيوز شوجر فري جم، امضغ ليدا. ليش؟ لانه الاتروفنت بنشف الريق، بيعمل دراي ماوث، بنشف السكريشن، بنشف السلايفا. طب نقول للعيان بعد التبخيره او بعد ما تاخذ البخاخه اشطف تمك كويس، اشرب مية منيح، امضوا ليدن عشان انه يظل اللعاب جاري، ما يصيرش دراينس في الماوث. Seek medical attention if more than the usual dosage is required. اذا بدك تاخذ جرعات كثيرة قول للدكتور. آخر إشي keep the delivery devices clean and dry. أدواتك اللي استخدمتها، بخاختك، جهاز تبخيره، خليه كله نظيف.
take a missed dose as soon as remember unless it is almost time for the next dose. Don't take double dose. يعني لو نسيت تعمل التبخيرة أول ما تتذكرها اعملها، أو نسيت تاخد نازل سبراي، أو نسيت تعمل الاتروفنت انهيلر أول ما تتذكر خد، لكن مش يكون الوقت قرب على الجرعة الثانية، ما يكونش الوقت قرب على الجرعة الثانية عشان ما تصيرش دبل دوز، ما تصيرش كأنك ماخذ جرعتين وهان بتظهر السايد افكت الخطيرة. دير بالك اللي في عينيك، افويد جيتنج ان ايز، افويد جيتنج ان ايز، دير بالك يجي في عينيك، دير بالك يجي في عينيك. هيك بنكون خلصنا الشابتر الثاني اللي هو الأدوية التي تؤثر في البارا سمباثيتك، البارا في السمباثيتك والبارا سمباثيتك. هنبدأ في الأدوية التي تؤثر في الجي اي تي سيستم. الأدوية drug affecting gastrointestinal tract، drug affecting gastrointestinal tract، الأدوية التي تؤثر في الجهاز الهضمي. الأدوية التي تؤثر في الجهاز الهضمي في لها مجموعة، في لها مجموعة. أول شيء الأنتي أسيد، إيش الأنتي أسيد؟ مضادات الحموضة، مضادات الحموضة. وخناخد كمان الأدوية التي بتخفف الانقباضات المعوية اللي هي أدوية اللي ضد المغص، وحناخد الأدوية اللي ضد القيء، وحناخد الملينات في حالة الإمساك، كل هذه موجودة في الجي اي تي دراكس، في الأدوية التي تؤثر في الجهاز الهضمي. اليوم حناخد إن شاء الله الأنتي أسيد، إيش الأنتي أسيد؟ مضادات الحموضة، مضادات الحموضة. الجينريك نيم الومنيوم هيدروكسيد اند مغنيسيوم هيدروكسيد. الدواء هذا بيتكون من مركبين، الدواء هذا بيتكون من مركبين، مركب الالومنيوم هيدروكسيد، هيدروكسات الالومنيوم وهيدروكسات المغنيسيوم، هيدروكسات الالومنيوم وهيدروكسات المغنيسيوم، دوائين مركبين مع بعض. يعني الدواء كل الادويه اللي كنا ناخذها ادويه مفرده من مكون واحد، كانت كلها من مكون واحد. الوقت صارت هذا الدواء عبارة عن مكونين، ألمنيوم هيدروكسيد ومغنيسيوم هيدروكسيد. تريد نيم مالوكس، ايش تريد نيم؟ مالوكس، ايش تريد نيم؟ مالوكس. في منه زي ما انتم شايفين، في منه شراب ابيض لونه شراب، وفي منه حبوب، في منه شراب وفي منه تابلت، في منه شراب وفي منه تابلت. يبقى جينيريك نيم الومنيوم هيدروكسيد اند مغنيسيوم هيدروكسيد، تريد نيم مالوكس، تريد نيم مالوكس، دراج كلاس انتي اسيد، مضاد للحموضه، مضاد للحموضه. ثيرابيوتيك اكشن، انتي اسيد ذات ريديوس توتال اسيد لود ان ذا جي اي تي. كيف المالوكس بيشتغل؟ بيقلل افراز الانتي اسيد. ايش الانتي اسيد؟ سوري، الاسيد اللي هو ال اتش سي ال اللي هو افراز حامض المعده، بيقلل حامض المعده في الجي اي تي خصوصا في الاستومك والديودرم. يبقى انتي اسيد ذات ريديوس ذا توتال اسيد لود ان ذا جي اي تي تراك، يقلل من الحامض تبع المعده. الفيت جاستريك بي اتش تردوس بيبسين اكتف، يقلل من البي اتش اوف الاستومك. البي اتش ايش هذه؟ سوري، بيزيد البي اتش، البي اتش احنا بنعرف انها من 2 ل 3 واسدك، سيفيرلي اسدك حامض المعده، سيفيرلي اسد حامض المعده، سيفيرلي اسد. فلما ياخذ العيان مالوكس بيزيد البي اتش، لما يزيد البي اتش يعني بيدخلها القلوي، بيزيد البي اتش بيصير بعادل حامض المعدة. لما يزيد البي اتش يعني خفف من الاسيديتي، خفف من الاسيديتي فالحموضة بتروح، فالحموضة بتروح. نرجع نقول الثيرابيوتيك اكشن، انتي اسيد مضاد للحموضة ذات ريديوس توتال اسيد لود ان ذا جي اي تي تراك، يقلل من الحامض في المعدة. كيف بيقلل الحامض؟
بزود البي اتش، بزود يعني بخليه حامض خفيف، حامض خفيف. اللي فات جاستريك بي اتش تروديوس بيبسين اكتف، يبقى بزود الجاستريك بي اتش، بزودها يعني بدل ما هي سيفير لاسيدك بتصير اسيد خفيف، تروديوس بيبسين وبقلل من افراز البيبسين في الاستومك. سترينث ذا جاستريك ميوكوزال بارير، بقوي جدار المعده. احنا بنعرف ان المعده فيها لها جدار عشان يحميها انه ما يدخلش عليها الاسيد وتصير فيها قرحه، وتصير فيها قرحه. فهنا بيزود الجاستريك ميوكوزا البارير، بيزود اللي هو بطانه او جدار المعده عشان ما يصيرش عند العيان قرحه نتيجه دخول ال HCL على الاستومك. Increases esophageal sphincter tone، كلنا بنعرف انه المعده من فوق لها فتحه مع على الاسوفيجاس. احنا بنعرف الاكل بفوت في الاسوفيجاس وبعدين بفوت في الاستومك عن طريق اللي هو جاسترو اسوفيجيال سفنكتر، اللي هو الصمام الموجود ما بين الاستومك وايش ما بين الاستومك والاسوفيجاس. ففي هنا بقوي لو كان العيان عنده ارتجاع مريئي. ايش الارتجاع المريئي؟ الارتجاع المريئي عبارة عن انه العيان عنده ارتخاء في العضلة القابضة ما بين الاسوفيجاس والاستومك، فبتلاقي الاكل والسوائل بترجع من الاستومك على الاسوفيجاس وبتعمل حموضة شديدة عند العيان. فهنا العيان اللي عنده ارتخاء او ضعف في العضلة القابضة في الجاسترو اسوفيجر سفنكتر بيقويها ايش؟ مالوكس. انديكيشن، يستخدم كأنتي أسيد. ايش أنتي أسيد؟ مضاد للحموضة، اللي عنده حموضة بياخد، وعلى فكرة آمن ما فيش فيه مشاكل. وفي حالة الهايبر فوسفاتيميا الرينال فيلير، العيان اللي بيكون عنده رينال فيلير تلف أو خلل في وظائف الكلية بيوطى عنده مين؟ احنا قلنا الفوسفات والفسفور والكالسيوم مرتبطين ببعض، إذا واحد عيل الثاني بيوطى، إذا واحد عيل الثاني بيوطى. فهنا حالة الرينال فيلير مين بيكون واطي؟ الكالسيوم. العيان بيكون عنده هايبو كالسيميا وهايبر فوسفاتيميا، بيكون عنده هايبو كالسيميا العيان وهايبر فوسفاتيميا اللي هو زيادة في الفوسفات أو الفسفور. فالعيان هنا لما ياخد أنتي أسيد بيوطى الفسفور وبيعلى الكالسيوم. كونترا انديكيشن ملوش، آمن. كونترا انديكيشن ملوش، كل الناس بتقدر تاخد. السايد افكت، السايد افكت أو الادفيرس افكت، الأعراض الجانبية. الجي أي تي أعراض عادية يعني ما فيش فيها صعوبة. على الجاسترونتستاينال كونستيبيشن، بيعمل امساك. شالكي تاس زي طعم التبشير، وخصوصا لما يشرب ياخذ العيان سواء كان سسبنشن او كان ايش تابلت، طعمه زي طعم التبشير. استمك كرام، بيعمل شويه وجع في المعده. في كالمباكشن في حاله الامساك. نوزيا فوميتن، ديسكالريشن اوف فيسس، بيغير لون البراز بيخليه ابيض. هايبوفوسفاتيميا، بوطي الفوسفات لانه قلنا هو بعلي الكالسيوم بوطي الفوسفات. وهايبومغنيسيميا، بوطي المغنيسيوم. النيرسنج انترفنشن لمريض او مريضه بتاخد الومنيوم هيدروكسايد او مغنيسيوم هيدروكسايد اللي هو الملوكس، بتاخد لو العيان بياخد ملوكس وبياخد ادويه اخرى. لو العيان بياخد ملوكس او بياخد ادويه اخرى بقول له سيب ساعه لساعتين ما بين الملوكس والادويه الاخرى لانها بيمنع امتصاصها. نرجع نعيد، لو العيان او العيانه بتاخد ملوكس وبتاخد ادويه اخرى، ادويه قلب، ادويه كلى، ادويه اي حاجه، بخلي ساعه لساعتين بين اعطاء الملوكس والادويه الاخرى لأنه الملوكس يمنع امتصاص الأدوية. administer من 1 to 2 hours apart from oral drug.
لانه انترفير وذ ابسوربشن اوف ميديكيشن زي الانتيبايوتكس اللي هي المضادات الحيويه، زي الايرون بريبريشن الحديد، زي الاورال كونتراسبتيف اللي هو موانع الحمل. شيك سسبنشن، لو انت بتاخده كشكل سسبنشن من البوتل خدها كويس، لانه بيترسب في القاع، بالدواء بيترسب في قاع الجنية، يبقى خد كويس قبل ما تدي. Observe for constipation في كالمباكشن، لو العيان صار عنده constipation بتقول له ايش؟ خد خضرة، خد فايبرز، خد خضار، فواكه، اشرب مية كويس. شديت لكن 1 to 3 hour after meal، بتاخد بعد ساعة أو 3 ساعات بعد الوجبة، بعد الفطور والغداء والعشاء، بتاخد بعد ساعة أو 3 ساعات في بعد الغد الأكل، يعني بعد الوجبة بساعة لثلاث ساعات بياخد سواء كان أقراص تابلت أو شراب مالوكس. الدواء الثاني في مجموعة الأنتي أسيد جينيريك نيم كالسيوم كربونات، كالسيوم كربونات، كربونات الكالسيوم، كربونات الكالسيوم. تريد نيم كالسيمور، إيش اسمه؟ كالسيمور الاسم الثالث. كالسيمور، لأنه هاي الأسماء الشائعة أنا بعطيك إياها اللي بتكون بتلاقيها في المستشفى. كالسيمور تابلت أو اللي هو كالسيمور تابلت. دراج كلاس إلكترولايت، ملح، أملاح الكالسيوم، أملاح الكالسيوم، وبيشتغل أنتي أسيد، أنتي أسيد مضاد للحموض. ثيرابيوتيك أكشن، كالسيوم سولت أز أنتي أسيد. لما ناخد الكالسيوم عشان انتي اسيد نيوترلايز جاستريك اسيديتي، بيعادل حامض المعده، يعادل حامض المعده، يعني ايش؟ بزود البي اتش بخليها الكالاين، بزود البي اتش بخليها قلويه. ريزلتنج ان انكريز جاستريك اند ديودينال بي اتش، بيزيد البي اتش في الاستومك وفي الديودينال، يعني بتصير قلويه. انكريز لوور ازفيجيال سفنكتر تون، وبقوي لنا العضله القابضه او صمام الامان في ما بين الاستومك والاوزوفيكس. انديكيشن انتي اسيد مضاد للحموضه، ثيرابيوتيك اند بريفنشن اوف كالسيوم ديفيشنسي، لعلاج ومنع حدوث ايش؟ نقص الكالسيوم. ايش بسمي نقص الكالسيوم؟ هايبو كالسيوم. ايش بسمي نقص الكالسيوم؟ هايبو كالسيميا. يبقى بيشتغل كأنتي أسيد، يعادل حموضة المعدة فبتقل الحموضة. الحاجة الثانية في علاج ومنع حدوث الهايبو كالسيميا، نقص الكالسيوم، أو بسميها كالسيوم ديفيشنسي، أو برضه بيعالج بيمنع حالات الهايبر فوسفاتيميا. لأنه احنا قلنا إذا الكالسيوم عالي حيوطى مين؟ البوتاسيوم لحاله، إذا الكالسيوم عالي حيوطى البوتاسيوم. في أي حالات باقي القصص هذه نقص الكالسيوم؟ في أي حالات بلاقي نقص الكالسيوم؟ في حالة الأوستيوبروسس. إيش الأوستيوبروسس؟ هشاشة العظام. إيش الأوستيوبروسس؟ هشاشة العظام، يعني العظم البون ماتريكس اللي قوة العظم أو مادة العظم، بناء مادة الكالسيوم في العظم بتقل، فلما بتصير بتقل بصير العظم سهل ينكسر، بصير العظم سهل ينكسر، زي بصير عند الناس اللي كبار السن، كبار السن أو الناس اللي عندهم مشاكل في الغدد. الأستيماليشيا، الأستيماليشيا لين العظام عند الكبار، يعني اللي بتتقوس العظمة، العظمة طرية بتتقوس، بس هذا عند الكبار، عند الكبار. استيماليشيا لين العظام عند الكبار، لين العظام عند الكبار. مايلد اند مودريت رينال انسفيشنسي، في حالة فشل أو خلل في حالة وجود خلل بسيط أو متوسط في وظائف الكلى. هايبو باراثيرودزم، إيش الباراثيرودزم؟ الغدة الجار درقية. احنا بنعرف الثيرويد جلاند الغدة الدرقية في جنبها غدة صغيرة زي حبة الحمص اسمها باراثيرويد جلاند.
الباراثيرويد جلاند هذه يا شباب ويا صبايا بتنظم لي العلاقة ما بين الكالسيوم والفوسفورس، بتنظم لي العلاقة ما بين الكالسيوم والفوسفورس. فإذا كان فيها كسل لأن هي بتفرز هرمون اسمه كالسيتونين، اسمه كالسيتونين. الباراثيرويد جلاند بتفرز هرمون اسمه كالسيتونين. هرمون الكالسيتونين هذا بنظم العلاقة ما بين الفوسفورس والكالسيوم. إذا عندي لازم في المعدل الطبيعي يكون الكالسيوم عالي والفسفور يكون واطي شوية، ما بيعلوش الاثنين مع بعض ولا بيوطوا الاثنين مع بعض. فهذا في حالة البارا الكسل الغدة الجار درقية بكون الفسفور عالي والكالسيوم واطي، فبضطر أدي كالسيوم. بوستيليبوزا الاستيبروسيس، هشاشة العظام بعد انقطاع الدورة الشهرية. هشاشة العظام بعد انقطاع الدورة الشهرية لأنه الست كانت هرموناتها هي اللي بتحافظ على الكالسيوم جوا العظم. الست لما كانت تجيها الدورة الشهرية كانت الكالسيوم تبعها جوا العظم. هالوقت لما راحت الهرمونات وخصوصا هرمون الاستروجين نتيجة انه ضعف المبايض الاوفرز عندها، لما بتضعف مع كبر السن بعد ال 45 بتضعف الهرمونات الأنثوية، الهرمونات الأنثوية زي الأستروجين والبروجسترون، وخصوصا الأستروجين هو له علاقة بالعظم، الأستروجين له علاقة بالعظم. فلما بتنقطع الدورة الشهرية بتبدأ يصير عند الست هشاشة عظام، بصير خروج الكالسيوم من العظم وبروح على الدم. ايش اللي بصير بعد انقطاع الدورة الشهرية؟ بصير شيفتنج، خروج للكالسيوم من العظم وبروح على الدم، فبيضعف العظم، بصير آلام العظام وقابلية الكسر عند الست. هذا بسميها هشاشة العظام ما بعد الدورة الشهرية. ريكتس، ايش الريكتس؟ الريكتس هو عبارة عن لين العظام عند الأطفال اللي بنسميه الكساح. الريكتس هو لين العظام عند الأطفال اللي ما بياخدوش مركبة الكالسيوم، بيشربوش حليب كويس، أو عندهم فش عندهم امتصاص للكالسيوم. هذول الأطفال بتلاقي رجليهم قوسين، رجليهم قوسين، وبتلاقي مشيته غريبة، ما بيمشيش صح. واضح؟ كونترا انديكيشن لإعطاء الكالسيوم كربونات، هايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا. واللي عنده كالسيوم زيادة بيلزمش ياخد كالسيوم، يبقى في حال زيادة الكالسيوم في الجسم. الحاجة الثانية رينال كالكولاي، واحد عنده مخزن، واحد عنده حصاوي الكلى. حصاوي الكلى بنعرف انه 80% من اسبابها كالسيوم، 80% من اسباب الرينال كالكولاي او رينال ستون او حصاوي الكلى كالسيوم. هايبوفوسفاتيميا، الكالسيوم الفوسفات منخفض او الفوسفورس منخفض، لما اعطي كالسيوم بايش؟ بحالة الهايبوفوسفاتيميا انخفاض الفوسفات فبضطر ادي كالسيوم، بضطر ادي كالسيوم. السايد افكت الادفيرس افكت، السايد افكت يعني تكاد لا تذكر، ما فيش كتير حاجات. على السنترال نيرفس سيستم بيعمل هيدك، بيعمل هيدك على السنترال نيرفس سيستم. على الاندوكراين بيعمل هايبوفوسفاتيميا وهايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا. على الاندوكراين بيعمل هايبوفوسفاتيميا، بوطي البوتاسيوم الفوسفات وبعلي الكالسيوم. على الجي اي تي اكثر شيء كونستبيشن، على الجي اي تي كونستبيشن. نيرسينج انترفنشن اند بيشنت اديوكيشن، بنفعش ادي كالسيوم واحط راسي وانام، بنفعش ادي كالسيوم وما راقبوش، بدي اراقب شغلات كثيرة لما بدي الكالسيوم. مينيتور سيرم كالسيوم ليفل، أول حاجة الكالسيوم النورمال من 8 ل 11، من 8 ل 11، النورمال كالسيوم ليفل عندنا من 8 ل 11، يبقى أنا بدي أعمل الكترولايت، أعمل أملاح، أملاح الدم أقيسها، أخذ عينة دم وأبعثها على المختبر، أشوف الكالسيوم ليفل، أشوف الفوسفورس ليفل، أقيسهم وأشوف
العيان، هل العيان بيستفيد من أخذ الكالسيوم ولا هو عدى على هايبر كالسيميا وأنا مش عارف؟ Available evidence suggests safe use during pregnancy and breastfeeding. الكالسيوم آمن، الست الحامل بتقدر تاخده والست المرضعة بتقدر تاخده، يبقى الست آمن في فترة الحمل والرضاعة، breastfeeding الست اللي بترضع يعني. كالسيوم كربونات is impaired in a chlorohydrate. انتبهوا كويس، a chlorohydrate. كالسيوم كربونات absorption is impaired. في كبار السن يا شباب والصبايا بنلاقي انه ال HCL بيبدا يوطى، حامض المعدة بيكون قليل، فالعيان لو اعطيته كالسيوم لا يمتص الكالسيوم، بسميها achlorohydrate، يعني انه ال HCL مش موجود، حامض الهيدروكلوريك او حامض المعدة غير موجود في المعدة لا يفرز، فهذا لا يمتص الكالسيوم، اعطيت الكالسيوم على الفاضي، جد الكالسيوم لكان لا يمتص الجسم نتيجة عدم وجود HCL او حامض المعدة، بسميها الحالة هذه achlorohydrate اللي هي انعدام أو قلة وجود ال HCL، وهذه بنلاقيها في كبار السن. الأوفر دوز بديش إياها، خذ الدايتري كونسيدريشن اللي تحت، هذه بدناش إياها، ناخذ الدايتري كونسيدريشن. شو الشغلات اللي بدي أهتم فيها من ناحية تغذوية لما أدي كلس؟ الدايتري كونسيدريشن الاعتبارات التغذوية أو الغذائية اللي بدي أنتبه لها لما أدي كلس. إحنا بنعرف إنه الكالسيوم يعتبر من مكونات الغذاء. As dietary supplement، الكالسيوم مكمل غذائي should be given with meal to increase absorption. بعطيه مع إيش؟ بعطيه مع الوجبة، عشان يزيد الأبسوربشن. May decrease iron absorption. ما الكالسيوم احنا بنعرف انه يمنع امتصاص مين؟ يمنع امتصاص الحديد، فلازم نفصل بينهم فترة من ساعة لساعتين. يعني لو عندك ست حامل بتاخد كالسيوم وبتاخد ايرون، بقول لها خذ الايرون الصبح على انت ستومك على معدة فاضية، وبعد ساعة او ساعتين بتاخد الكالسيوم عشان ما يصيرش اتحاد ما بين الكالسيوم والايرون ويمنع امتصاص الايرون. هيك بنكون خلصنا الكالسيوم بكل ما إله وما عليه. في عنا المجموعة الثانية في مجموعة الأنتي أسيد، H2 ريسبتور أنتاجونست، الأدوية التي توقف عمل الـ H2، مستقبلات الـ H2. إيش الـ H2 أصلاً؟ H2 معناها هستامين، الهستامين. الهستامين في منه نوعين في الجسم، هستامين 1 وهستامين 2. هستامين 1 موجود في الايش؟ في الاوعية الدموية اللي بيعمل لنا الحساسية، لما انت بتكون مرشح ومناخيرك بتسيل بتكون عندك الهستامين زايد، اللي هو هستامين 1 اللي بيزيد في حالة الحساسية، هستامين 1 اللي بيزيد في حالة بيعمل لك أعراض الحساسية، الـ H2 هيستامين 2 هذا موجود في الاستمك، هيستامين 2 بيشتغل على الـ GIT سيستم، بيزود لي الـ HCL، يبقى هيستامين 2 خاص بمين؟ خاص بالجهاز الهضمي، هو اللي بيزود إفراز حامض المعدة، فأنا لما بعطي يبقى عرفنا الفرق بين الاثنين؟ هستامين الـ H2 اسمها هستامين، هستامين 1 اللي هو خاص بالأوعية الدموية ولما بزيد بتظهر أعراض الحساسية والرشح والشغلات هذه، هستامين 2 خاص بالجهاز الهضمي اللي هو بزود إفراز الـ HCL. لما باخد مركبات اسمها H2 ريسبتور هستامين 2 ريسبتور أنتاجونست، قول له يوقف العمل، أنتاجونست يثبط العمل، يثبط أو يمنع إنه الريسبتور يتحد مع الدواء ويعمل الاكشن تبعه. فهستامين 2 ريسبتور انتاجونست الادويه التي توقف
عمل مستقبلات الهستامين 2. في عندنا هان دوايان، الدواء الأول جينيريك نيم سيميتيدين، الدواء الأول جينيريك نيم سيميتيدين. السيميتيدين في منه أمبولات وفي منه تابلت، في منه أمبولات وفي منه تابلت. الجينيريك نيم سيميتيدين، سيميتيدين في منه أمبولات وفي منه تابلت. التريد نيم تجمت، التريد نيم تجمت، إيش التريد نيم؟ تجمت. دراج كلاس هيستامين 2 أنتاغونست، يوقف عمل مستقبلات الهستامين 2. كيف بيشتغل السيميتيدين أو التجمت؟ كيف بيشتغل السيميتيدين أو التجمت؟ inhibit the action of histamine at the histamine 2 receptor of the stomach، يوقف عمل مستقبلات الهستامين 2 الموجودة في الستمك، يبقى يمنع أو يوقف عمل المستقبلات الهستامين 2 الموجودة في الستمك. inhibiting gastric acid secretion، يبقى الحاجة الثانية يقلل أو يثبط إفراز ال HCl and reducing total pepsin output، يبقى بوقف أو يقلل أو يثبط إفراز الحامض المعدة والبيبسين. indication short treatment of and maintenance of active duodenal ulcer. أول حاجة يبقى أول حاجة في الindication كعلاج قصير الأجل لإيش؟ لعلاج والحفاظ على القرحة اللي بتكون، إنه يعني يساعد على شفاء القرحة النشطة اللي في الديودنم. إيش في الديودنم؟ الـ12. يبقى علاج قصير الأجل، خد بالك علاج قصير الأجل يعني حوالي 4 أسابيع مش يوم يومين. لما أقول علاج قصير الأجل حوالي 4 أسابيع، حوالي شهر، يعني بياخد مريض الدواء هذا عشان تشفى قرحة الـ12. شورت تريتمنت، شورت تيرم تريتمنت اوف بناين جاستريك ألسر، العلاج قرحة المعدة الحميدة، قرحة المعدة الحميدة. شورت تريتمنت اوف بناين جاستريك ألسر، لعلاج قرحة المعدة الحميدة. تريتمنت اوف باثولوجيكال هايبر سكريتري كونديشن، لعلاج حالة إفراز البيبسين الزايدة اللي بسميها زولينجر أليسن سندروم. هذه ما إيش الزولينجر أليسن سندروم؟ هذه عبارة عن تيومر في البنكرياس، تيومر في البنكرياس بتؤثر على إفراز الـ HCl. هي تيومر في البنكرياس، الزولينجر هذا اسمه، عاصم العالم اللي عرفها زولينجر أليسن سندروم. هي تيومر في البنكرياس، تيومر في البنكرياس تؤدي إلى زيادة إفراز الـ HCl في الاستومك، وبتعمل قرحة رهيبة في المعدة والـ12، بتعمل قرحة رهيبة في الـ12 والمعدة. Prophylaxis of stress induced ulcer، وقاية لحدوث قرحة المعدة الناتجة عن الضغط النفسي. Prophylaxis of stress induced ulcer اللي هي كوقاية أو علاج وقائي في حالة induced ulcer، stress induced ulcer اللي هي قرحة المعدة الناتجة عن الضغط النفسي. and acute upper GIT bleeding، ونزيف، النزيف من الجهاز الهضمي الجزء العلوي في المرضى اللي بيكونوا critical patient، مرضى العناية المركزة، مرضى اللي في حالة حرجة أو حالة خطيرة. طب ليش احنا بدنا نعرف شغلة هنا بسميها stress ulcer؟ stress ulcer ليش بتصير؟ ستريس ألسر ليش بتصير في المعدة والـ12؟ ليش الناس اللي بيكونوا كريتيكالي ال أو الناس اللي بيكونوا وضعهم خطير، وخصوصا مرضى العناية المركزة، مرضى العناية المركزة لازم ياخدوا إيش؟ سيميتيدين أو مركبات الـ H2 ريسبتور أنتاغونست. ليش لازم ياخدوها حتى لو ما كانش عندهم قرحة؟ حتى لو ما كانش عندهم قرحة هقولكم ليش. هالوقت المريض اللي بيكون كريتيكال ال، نقول مثلا الهيد إنجري، مريض عنده إصابة في الدماغ، أخذ طلق ناري ولا وقع ولا خبطة سيارة، العيان هذا مين محتاج الدم؟ الجي اي تي سيستم ولا البرين؟ مكان الإصابة محتاج الدم، البلد سبلاي أكثر من الجي اي تي سيستم.
صح ولا لا؟ يبقى العيان اللي بيكون كريتيكالي او مريض عناية مركزة بيكون محتاج وصول الدم للمكان المصاب. لو قلنا انه مصاب في الجهاز العصبي او في البرين تبعه، يبقى الافضلية والاولوية لوصول الدم الكافي للدماغ مش للجي اي تي. طب ايش بيصير في الجي اي تي سيستم وخصوصا الاستمك والجدران؟ بيصير فيهم اسكيميا. ايش اسكيميا؟ عدم كفاية وصول الدم للمعدة والاثنى عشر، فبتبدأ القرحة تظهر. يبقى عدم وصول الدم الكافي للبلد سبلاي للجي اي تي سيستم يؤدي الى حدوث القرحة في المعدة والاثنى عشر. هذا سبب. السبب الثاني الاسترس اللي العيان فيها. الاسترس هالوقت مريض في كوما على سبيل المثال، او مريض على جهاز تنفس صناعة في العناية، هذا او مريض محروق عنده بيرن. المريض اللي عنده بيرن كمان بنديه سيميتيدين لانه مريض اندر ستريس. اندر ستريس الستريس ايش بتسوي؟ بتزود نشاط الفيجاس نيرف. نشاط الفيجاس نيرف، ايش الفيجاس نيرف؟ العصب اللي هو العصب الحائر اللي قلنا بيشتغل على القلب وبيشتغل على الجي اي تي سيستم. فلما بزيد هيجان او شغل الفيجاس نيرف بزود افراز الاتش سي ال، بزود افراز الاتش سي ال. فهنا عشان هيك لما بزيد افراز الاتش سي ال بيتعرض المريض لالتهابات وبيتعرض المريض سري لقرحه في المعده وال12. يبقى عرفنا ليش المرضى الكريتيكالي لازم ياخذوا سيميتيدين كوقايه. الحاجه الثانيه ابر جي اي تي بليدن، الناس اللي بيصير عندها نزيف في المعده والاوزيفيجاس، المعده والاوزيفيجاس، الناس اللي بيصير عندهم نزيف هذول كمان بعطيهم راندين. ليش بعطيهم راندين؟ عشان يقلل افراز ال اتش سي ال، فيدي فرصه للنزيف يوقف، يدي فرصه للنزيف يوقف. تريتمنت اوف اروسيف جيرد، تريتمنت اوف اروسيف جيرد، ايش جيرد يعني؟ جاسترو ايزوفيجيال ريفلوكس ديزيز، جاسترو ايزوفيجيال ريفلوكس ديزيز، جاسترو ايزوفيجيال ريفلوكس ديزيز. بسميها مرض الارتجاع المريئي، مرض الارتجاع المريئي. الارتجاع المريئي انه محتويات المعدة من اكل وشرب وحمض بتطلع على الاوزوفيجاس، فالعيان بيكون يشكي من حاجة اسمها هايبر اسيديتي. هايبر اسيديتي زيادة الحموضة عنده، زيادة الحموضة عنده. فالعيان هذا من كتر الحامض اللي بيطلع في المريء بيصير اروسيف، اروسيف متقرح، يعني بتمزع جدار المريء من كتر الحامض. لأنه الحامض احنا بنعرف درجة حموضة المعدة من 2 ل 3، يعني سيفيرلي أسيدك، سيفيرلي أسيدك. فجدار جدار المريء بتلاقيه متقرح من كتر ما فيه أسيد. أوتك هذه ما بديش. كونترا إنديكيشن، كونترا إنديكيشن والألرجي في سمتري. واحد عنده حساسية بياخدش، واحد عنده حساسية بياخدش. يوز كوشن اللي يستخدم السيميتيدين بحذر with impaired renal or hepatic function. واحد عنده مشاكل في الكلى ومشاكل في الكبد بعطيه بس بحذر، بعطيه بس بحذر. في حالة اللاكتيشن والبريجنانسي، لاكتيشن وبريجنانسي برضه بعطيه في حذر. يعني ست عندها حموضة شديدة وهي حامل بعطيها بحذر، ست بترضع وعندها حموضة بديها بحذر. يعني بقول خليه عقد اللزوم، خليه مش كل يوم تاخذي، خليه عقد اللزوم. السايد افكت، السايد افكت او ادفيرس افكت. على السنترال نيرفس سيستم بيعمل بزنس وهيدك وهدول وسمبلنس. السمبلنس معناها نعاس. خذوا بالكم معظم الناس او اغلبيه الناس اللي بتاخذ سيميتيدين بصير عندها هيدك، بصير عندها ايش؟ هيدك. احفظوها، اكثر حاجه بتصير عند الناس اللي بياخذوا سيميتيدين هيدك، هيدك، هيدك. يبقى دزنس، دوخة، سنولانس، نعاس أو هيدك. وقلنا الهيدك أكتر حاجة بتصير عند الناس اللي بتاخد سيميتيدين. على الكاردي فاسكولار، كارديك أريتميا وخصوصا مع الاي في سيميتيدين. هدير بالك لما تعطي سيميتيدين اي في بتسحب الأمبول، خففها وديها شوية شوية. لما تدي
سيميتيدين اي في، اسحب الأمبول وخففها بنورمال سلاين واديها شويه شويه، لانه بيعمل كارديك ارثميا، يؤثر على نبضات القلب وخليها غير منتظمه، بيعمل كارديك ارست، وقوف القلب الفجائي. كارديك ارست وقوف القلب الفجائي ناتج عن الارثميا والهايبوتنشن، ناتج عن الارثميا والهايبوتنشن، وهذا بيصير مع الاي في سيمتدي. على الجي اي بيعمل دياريا، على الجي اي بيعمل دياريا. على الهيماتولوجي على الدم بيزود الكرياتينين والترانسامينيز. ايش الكرياتينين؟ اللي هو اللي خاص بوظائف الكلى، اللي هو يعني وظائف الكلى بتزيد، يعني بتصير امبيرمنت في الكدني فانكشن للناس اللي بياخذوا سيميتيدين لمده طويله، امبيرمنت في الكدني فانكشن فبزيد الكرياتينين. والناس اللي بتاخذ السيميتيدين لفتره طويله بياثر على الكبد، فالترانس امينيز اللي هو انزيم من انزيمات الكبد بزيد. اذرز حاجات اخرى، امبوتنس. ما هو الامبوتنس؟ ضعف الانتصاب عند الرجال. امبوتنس ضعف الانتصاب عند الرجال، وبنقول للراجل انه هذا ريفيرسبل، يعني بعد ما توقف الدواء، اخذت الدواء لمده شهر، بعدها بترجع الامور الطبيعيه. جاينيكوماستيا، جاينو فيميل، ماستيا بريست. جاينيكوماستيا يعني جاينو قلناها فيميل، ماستيا بريست يعني بسميه كبر الثدي عند الرجل، كبر الثدي عند الرجل، وهذا بصير بعد مده طويله، اللي هو جاينيكوماستيا، جاينيكوماستيا كبر الثدي عند الرجل. وطبعا في بين ات انجكشن سايت اي ام انجكشن، بوجع لما المريض ياخذ اللي هو اي ام انجكشن. Nursing intervention. Nursing intervention and patient education. Administer oral drug with meal and at bedtime. بنقول للعيال خذ السيميتيدين بعد الوجبه، وقبل ما تنام خذ. ليش قبل ما ينام ياخذ؟ لانه قبل ما ينام العيان فتره النوم طويله، يعني بيتعشى وبنام بعدها حوالي من 8 ل 10 ساعات، وخصوصا بالشتاء فالعيان فرصة زيادة الحامض بتكون كبيرة، فبياخذ جرعة قبل ما ينام. يبقى ادمنستر اورال دراج، إذا بياخذ تابلت العيان تابلت سيميتيدين بياخذها مع الوجبات وقبل ما ينام. ديكريز دوز ان رينال اند ليفر فيلير. لو العيان عنده مشاكل في الكلى، احنا قلنا بشوية كونترا اندكيشن، لكان العيان مضطر بنديه نص الجرعة، بنديه نص الجرعة. يبقى لو العيان عنده مشاكل بالكبد أو مشاكل في الكلى بعطيه نص الجرعة، بقلل له الجرعة. لو العيان بياخذ سيميتيدين وبرضه الموضوع مش مسيطر عليه، الحامض زايد أو عنده حموضة كثيرة، بقول له خذ معاه أنتي أسيد زي الملوكس، أنتي أسيد زي الملوكس تو ريليف بين. لو بدك تدي أي إم سيميتيدين، أدمنستر أي إم دوز أندليوتد. إيش يعني أندليوتد؟ بتسحب من الأمبول وبتدي مباشرة، بتدي في عضلة كويسة دي ديب انتو لارج ماسل جروب، عشان هو بينفل مؤلم كتير، فبتختار العضله كويسه وبتدي فيها اي ام وذاوت ديليوشن، بتسحب الامبول مباشره وبتعطي مباشره في العضله تكون لارج ماسل عشان تريليف. يبقى شرحنا، اخذنا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، هذا وهذا بديش اياه، هذا وهذا بديش اياه. هذه السلايد بدناش اياها. اخر دواء بدي اشرح في المحاضره هذه الجينيريك نيم رانتيدين. بتعرفوا الراندين؟ اكيد كلكم تسمعوا فيه، اللي الصحه وقفته. راندين هيدروكلورايد تريد نيم راندين. في منه امبولات وفي منه تابلت. الدواء هذا بديش منه غير الجينيريك نيم والتريد نيم، نفس مفعول السيميتيدين، نفس مفعول السيميتيدين، لا يختلف عنه في حاجه، يعني اخوه شقيقه. جينيريك نيم رانتيدين هيدروكلورايد وتريد نيم راندين، وبديش اكثر من هيك، في منه امبولات وفي منه تابلت. هيك بنكون خلصنا اليوم اللي بدنا نشرحه. يعطيكم الف عافيه، واكتبوا لي اذا في اي استفسار على في أسئلة الطلبة عشان نجيب عليها، ما نضلش قاعدين هيك بدون
استفسارات، ويعطيكم ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله.